السلام عليكم. اليوم عنا فكرة كتير كتير مهمة أحبائي. أنا بحاجة للملح وبحاجة للملعقة مثل ما شايفين. رح نعمل مكيف ببلاش بطريقة كتير حلوة، إن شاء الله تحبوا الطريقة وتجربوها. بداية أنا بحاجة لمي مثل ما شايفين، رح باخد بوضع الملح على المي. شوي صغيرة من الملح ورح نخلطهم كتير منيح. الملح ما رح يخلي معي انه المي تجمد كلياتها، انا ما بدي المي تجمد، انا بدي يكون في شوي صغير جمود مثله مثل الثلج اللي بيتساقط، مش مثل الثلج يلي بيكون بقلب الفريزر. كرمال هيك حطيت الملح، الملح ما رح يخليهم انهم يجمدوا كلياتهم على بعض، كرمال احصل على الهواء البارد اللي انا بدي اياه. بعد ما حركناهم مثل ما شايفين، هلا بدي شيل المي وحطهم بقلب اكياس صغيره. احبائي خبروني حضراتكم من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو. اذا كنتوا جداد عندي بالقناه واول مره بتشوفوني وحبيتوا المحتوى وحابين يوصلكم مني كل الاشعارات وكل جديده، بس انزلوا لتحت لاسفل الفيديو، دبسوا اشتراك، فعلوا الجرس، واهم شيء تكبسوا على كلمه الكل. بهيدي الطريقه بتكونوا انضميتوا لعائلتنا الكبيره اللي اهلا وسهلا فيكم. شفتوا كيف بهيدا الشكل؟ كمان احطها على جنب. رح اجيب كمان كيس غيره. طبعا نتأكد انه الكياس قوية وصعب انها تفلت، لانه بدنا نحطها بالفريزر لحتى تجمد كتير منيح، يعني نوصل لمرحلة الجمود ومش رح تجلد على الاخر بسبب طبعا الملح اللي نحنا حطيناه. وبذكر بحال ما حطينا ملح رح يجمد المي كله. هيدا الموضوع اختياري، بس يفضل وضع الملح كرمال ما بدي المي تصير كتلة واحدة، انا بدي المي تكون كذا كتلة متعددة لحتى طبعا اقدر احصل على الهواء اللي انا بديه. هون عندي الاكياس صارت جاهزة مثل ما شايفين، فينا نعمل بعد كتير قد ما بدنا. هلأ بدي شيلهم حطهم بالفريزر لحتى احصل على تفريز اللي انا بدي. وهون احبائي الاكياس صاروا جاهزين مثل ما شايفين، كتل التلج بقلبهم. انا طبعا مثل ما قلت لكم ما بدي انه يجمدوا كلياتهم كرمال يعطوني برودة اكتر، لانه بحال كانت كتلة وحدة ما رح تعطيني البرودة اللي انا بدي اياها. عندي هون سلة، حيالله سلة موجودة عندكم بالبيت مثل ما شايفين، وانا بحاجة لورق الومنيوم. عندي هون الومنيوم مثل ما شايفين، لفة الومنيوم منزوعة مثل ما شايفين. شو بدي اعمل فيها؟ بدي لفها من برا كلياتها بهيدي الطريقة. بعد ما اعملها بهيدي الطريقة رح جيب اكياس اللي انا جهزتها اللي فيها تلج ورح حطن هون. طبعا فينا نعمل كمية كتير كبيرة، كل ما كترنا الكمية كل ما اعطانا هوا كتير قوي، كل ما اعطانا هوا كتير قوي. بالملعقة ورح بلش اعمل خويتات الى الداخل هيدي الطريقة. Thank you.
هيدي الطريقة. شفتوا كيف؟ وجبت كيس، قطعة كيس كرمال اربطها بهيدا الشكل كرمال ما تفلت معي. ومثل ما شايفين انا هون جهزتها وخلصت، حطينا هون الورق الالمنيوم وقطعته ورجعت ربطتهم شوي بالنايلون من برا، وكمان مقصد انا ظهرت النايلون لبرا لحتى افرجيكم الهواء كيف بده يطلع بعد ما طبعا ما نستخدم المروحة. هيدي الايام كتير شوب، وقت نحط المروحة، المروحة اصلا بتعطينا هواء سخن يعني بلا ما نبورد فمنشوب. ليه؟ طبعا لانه المروحة عم تعطينا هواء سخن كتير بسبب الهواء الشرقي اللي بيكون موجود. شوفوا هلا الخطوة الاخيرة اللي بدي اعملها. وهون مثل ما شايفين انا حطيت المروحة بكل بساطة احبائي. اذا بقلكم هواء سقع كأنكم مدورين الاي سي نفس الشيء، رائعة احبائي، فكرة كتير 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 حلوة وكتير بسيطة، وفيكن هلأ تقوموا تعملوها بالبيت وتستفيدوا طبعا كأنكم مدورين المكيف نفس الشيء احبائي. ما علي الا اني جبت مثل ما شايفين المروحة وحطيتها مباشرة فوق السلة، وساعتها بسبب كياس التلج اللي انا حطيتهم اللي منن كتلة واحدة ساعتها رح يعطوني هواء بارد جدا غير الكتلة الوحدة، كتلة التلج الوحدة. بتمنى تحبوا الفكرة، فكرة كتير بسيطة، انا متأكدة كتير من الناس رح يستفيدوا منها ورح يجربوها، وفي ناس كمان ما رح يحبوها، بس نحن علينا انه نقدم افكار مثل ما شايفين لحتى كل الناس تستفيد. انا هلا بدي ودعكم، ما تنسوا اذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناه تشتركوا بكبس كلمه اشتراك اسفل الفيديو مع تفعيل الجرس الاحمر، وكمان ما تنسوا تخبروني حضراتكم من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو. انا هلا بدي ودعكم مع تحياتي، الى اللقاء. Thank you.